طيب خلينا نروح دلوقتي لاخبار النادي الاهلي زي ما متعودين وفرقه المختلفه مع مراسلنا محمد توفيق من مقر النادي الاهلي بالجزيره. توفيق صباح الخير عليك يا توفيق. في البدايه صبح عليك انا وكريم وكل دلوقتي متابعي 10 صبح في الاهلي وقناه الاهلي بيسمعوك. بس قبل ما تبدا وتقول لنا يعني اخبار الاهلي عايزين نعرف منك الاجواء عندك ايه، الطقس او درجه الحراره اخبارها ايه عندك دلوقتي، الزحمه وانت رايح النادي كانت اخبارها ايه عشان لو اي حد برده نازل يعرف ويستفيد. تفضل يا توفيق. صباح الخير يا هوندا، صباح الخير يا كريم، يعني تحياتي ليكم ولكل مشاهدي 10 الصبح في الاهلي. شمس يوم جديد و10 الصبح من النادي الاهلي بالمقر الرئيسي بالجزيره. يمكن زي ما قلت في البدايه يمكن الجو هنا فيه تقلبات شويه، يمكن من ساعه بالظبط كان في جو يعني كان ساعه اكتر، دلوقتي الجو بدا الشمس تطلع الجو بقى ادفى بشكل كبير، لكن في نشاط ملحوظ للرياح المحمله بالاتربه، لكن الشمس بدات تطلع والجو بدا يكون فيه اعتدال، يعني درجه الحراره بنتكلم في 14 15 درجه مئويه بكثير. حاله الشوارع بره يمكن النهارده في حاجه غريبه قوي، مع انه يوم عمل ويوم دراسي كمان، لكن في حاله هدوء غريبه جدا في الشارع، يمكن الشوارع تقريبا شبه فاضيه، سيوله مروريه بشكل كبير جدا النهارده، اعتقد ان في تخوف شويه، يمكن الجو كان امبارح تراب شويه فده عامل تخوف عند الناس شويه، فما فيش اقبال على الناس تنزل تقضي مشاورها في ساعه مبكره الصبح. جميل. نروح بقى لاخبار النادي، ويمكن بنبدا اولى اخبارنا النهارده بالفريق الاول كره القدم. يمكن الفريق بيستأنف تدريباته لليوم الثاني على التوالي، يمكن كان في اجازه 5 ايام بعد المباراه الاخيره امام فيتا كلوب، لكن الفريق بدا بالفعل تدريباته امبارح الساعه 4، والنهارده كمان التدريب الثاني هيبقى الساعه 4 ان شاء الله. يمكن في غياب لعدد كبير جدا من اللاعبين، عوض ده الجهاز الفني بضم مجموعه كبيره من الناشئين، يعني 12 ناشئ موجودين في تدريبات الفريق الاول، ده استعدادا طبعا للمباراه المقبله امام المريخ السوداني في الجوله الخامسه من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا المقرر ليها ان شاء الله يوم 3/4 ابريل المقبل. يمكن اللاعبين معظم الفريق هيكتمل ان شاء الله بعد العوده من المباراه الاخيره امام جزر القمر اللي هتكون يوم 29 مارس الجاري، وبكده يكون الفريق ان شاء الله اكتمل وان شاء الله يسافر السودان مكتمل الصفوف ان شاء الله. ربنا يبعد شر الاصابات عن اللاعبين ويكون الفريق بتشكيله الكامل في المباراه ويحقق الفوز والصعود مبكرا قبل المباراه الاخيره امام سيمبا هنا في القاهره يوم 10 ابريل المقبل ان شاء الله. نروح بقى لالعاب الصالات والالعاب الاخرى. يمكن اسبوع كان عظيم جدا لالعاب الصالات، نتائج اكثر من رائعه، اليد والفوز على الطيران، فريق السله والعوده لسلسله الانتصارات، الفوز على الاتصالات ومن بعده طلائع الجيش، وكمان فريق الطايره رجال كان مباراه صعبه جدا امام الزمالك قدر يحقق فيها الفوز ويرجع تاني للمسار الصحيح، وان شاء الله بيستعد حاليا للمباراه المؤجله امام الترسانه، وان شاء الله باذن الله الفريق يحقق فيها الفوز ويعتلي صداره البطوله المفضله ليه. ماسترز الاهلي دايما هم رقم واحد في مصر، مش مصر بس، افريقيا كمان. ونبدا اخبارنا بفريق السله سيدات واللي حقق الفوز امبارح امام نادي سموحه بنتيجه 83-60 في مباراه ضمن مباريات دور السوبر سيدات في برضو الدور الترتيبي. بعد كده ان شاء الله بيصعد يعني الفريق كل فريق بترتيبه بيحصل دور يعني زي ما بنقول خروج المغلوب، ان شاء الله الفريق يحقق ترتيب كويس، يمكن الفريق دلوقتي في الترتيب الثالث ان شاء الله ينهي الدور الترتيبي في ترتيب كويس يضمن له مواجهات اسهل في الدور الثمانيه والدور قبل النهائي. كمان فريق السله رجال يمكن زي ما قلنا حقق الفوز في اخر مباراتين امام الاتصالات وامام طلائع الجيش في اولى جولات الدور الثاني من الدور الترتيبي لدوري السوبر الرجال. الفريق بيستعد لملاقات الجزيره متصدر الترتيب ان شاء الله، المباراه هتكون يوم الجمعه على في مجمع الصالات باستاد القاهره. يمكن الخبر يعني زي ما بنقول السعيد في الاستعداد ان ايهاب امين الجهاز الفني والطبي الحمد لله تم اعلان جاهزيته ان شاء الله ويكون جاهز طبيا للمشاركه في مباراه الجزيره، يمكن مباراه من المباريات الهامه في الدور الترتيبي خاصه ان الجزيره ماشي كويس وهو متصدر الترتيب في هذه المرحله. نروح بقى كمان لخبر مفرح تاني كمان، لاعبتنا لاعبه النادي الاهلي لكره اليد والمحترفه في فرنسا، يمكن نادي جانيان الفرنسي اعلن تجديد عقد اللاعبه رحاب جمعه، ودي واحده من زي ما بنقول الامثله والنماذج المشرفه المصريه مش بس رياضيه لا كمان المراه المصريه وقدرتها وبرهانتها على انها قادره على انها تلعب على جميع المستويات. يمكن رحاب جمعه كانت لاعبه النادي الاهلي من قطاع الناشئين الى الفريق الاول، ويمكن احترفت في فرنسا ومكمله رحله احترافها، نتمنى لها يا رب التوفيق والنجاح، ودايما كل ابناء النادي الاهلي يشرفوه في جميع المحافل دوليا وعالميا وكمان محليا. يمكن كمان بقى عاوز اعقب على الخبر اللي ابتديته بيه النهارده، خبر احمد صلاح واختيار الاتحاد الدولي للكره الطائره انه واحد من ضمن افضل 100 لاعب في العقد الاخير. يمكن
الخبر انتوا اتكلمتوا في تفاصيله، كان حابب اتكلم يمكن المباراه الاخيره امام نادي الزمالك. يمكن احمد صلاح كان باين عليه جدا التاثر، يمكن بقى لنا فتره في نغمه ان فريق كره الطايره بالنادي الاهلي معدل الاعمار كبر، الفرق الاخرى يمكن يعني زي ما دايما بتقول عليهم ان الفريق بقى عواجيز. اعتقد ان احمد صلاح جايزه بالحجم ده في التوقيت دوت وتكريم، اعتقد ان دوت خير تكريم لاحمد صلاح. يمكن ظهر التاثر عليه وقلنا زي ما قلنا عقب مباراه الزمالك، اعتقد يمكن ربنا عوضه في الوقت المناسب ان النادي الاهلي حقق فوز واحمد صلاح يكون التوب سكور في المباراه. وكمان بعدها بيومين الاتحاد الدولي اختاره من ضمن افضل او اكثر 100 لاعب مؤثرين، مش بس رياضيا او اداء فني، لا كمان ان هم يعني زي ما وصف التقرير بتاع الاتحاد الدولي ان احمد صلاح واحد من الشخصيات اللي اثرت في جيل كبير جدا من اللاعبين اللي اقدموا على ممارسه كره الطايره بفضل لاعبين عظام زي احمد صلاح. دي كانت اهم وابرز اخبارنا هنا من داخل النادي الاهلي في الجزيره، الكلمه ليكم وتواصل معاكم على مدار اليوم. هايل جدا واخبار وتغطيه يعني ايجابيه جدا، خليني اقول المصطلح ده. شكرا ليك جدا يا توفيق. شكرا.